السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هناخد مع بعض درس جديد. الدرس بيتكلم عن تحليل المقدار الثلاثي المربع الكامل. إحنا تعرفنا قبل كده في الدرس اللي فات كيفية تحليل المقدار الثلاثي اللي قلنا عليه المقدار الثلاثي البسيط اللي كان على صورة س تربيع زائد ب س زائد ج، وخدنا كمان المقدار اللي كان معامل س تربيع ليها قيمة اللي هي كانت على صورة أ س تربيع زائد ب س زائد ج. النهارده هناخد تحليل مقدار ثلاثي من نوع اخر بسميه مقدار ثلاثي مربع كامل. عشان كده لازم الاول اعرف يعني ايه مقدار ثلاثي مربع كامل، وبعدين هنتعرف ازاي نحلله مع بعض. بيقول لي لو انا عندي مقدار ثلاثي وانا مرتباه ترتيب تنازلي او تصاعدي حسب اسس الرمز، امتى اقول عليه مربع كامل؟ قال لي لو تحقق فيه الثلاث شروط اللي قدامنا. قال لي اول شرط ان يكون الحد الاول مربع كامل ولازم يكون موجب، والحد الثالث برضه مربع كامل وكمان يكون موجب. نيجي للحد الاوسط، قال الحد الاوسط دوت يكون حاصل ضرب 2 في جذر الحد الاول في جذر الحد الثالث، والحد الاوسط ممكن تكون اشارته موجبه او سالب. يبقى انا دلوقتي المقدار الثلاثي المربع الكامل اقدر اقول على مقدار ثلاثي مربع كامل لو اتحققت الشروط الثلاثه، ولازم الشروط الثلاثة تتحقق مع بعضها، ان يكون الحد الاول والحد الثالث الاثنين مربعات كاملة وتكون دايما موجبة، الحد الاوسط ممكن يكون موجب او سالب ويكون ناتج ضرب 2 في جذر الحد الاول في جذر الحد الثالث. طب تعالوا بينا نشوف المثال اللي بيقول لي بين اي المقادير الاتية مربعا كاملا وايها ليس مربعا كاملا. هو ابتدى بقى يديني بعض المقادير الثلاثية وبيطالب مني احدد مين فيها اللي بيمثل مقدار ثلاثي مربع كامل ومين فيها ما بيمثلش مقدار ثلاثي مربع كامل. طب انا هعمل ايه؟ انا هبتدي ادور على الشروط التلاتة واشوفها متحققة ولا لا. طب اول مسألة عندي بيقول لي 36 س تربيع زائد 84 س زائد 49. انا ابتدي اخدهم حد حد، انا هاخد الحد الاولاني اللي هو 36 س تربيع. يا ترى ده مربع كامل؟ طب تعالوا كده نشوف مع بعض. 36 س تربيع دي عباره عن 6 س اس 2، وكمان 36 س تربيع الاشاره بتاعتها موجبه، يعني معنى كده ان الحد الاول مربع كامل وكمان موجب. طب تعالى نشوف الحد الثالث، الحد الثالث اللي هي 49، قال لي دي عباره عن 7 اس 2، وطبعا ال 7 اس 2 دي كده يبقى 49 ده مربع كامل وكمان موجب. طب تعالى نشوف الحد الاوسط، الحد الاوسط اللي هو 84 س. طب هو انا دلوقتي لو قلت 2 في جذر الحد الاول اللي هو 6 س في جذر الحد الثالث اللي هو 7، تعالوا كده نضرب مع بعض. انا عندي 2 في 6 ب 12، 12 في 7 ب 84، وهحط السين. زي ما انتم شايفين الحد الاوسط جاي من حاصل ضرب 2 في جذر الحد الاول وفي جذر الحد الثالث، والمقدار الاوسط او الحد الاوسط اشارته ممكن تكون موجبه او سالبه، يبقى في الحاله دي المقدار الثلاثي ده كله مقدار ثلاثي مربع كامل. هقوله هنا، اذا المقدار يمثل مربعا كاملا. نشوف مع بعض مسألة تانية. المسألة بتقول لي 25 س تربيع ناقص 5 س زائد 1. أنا عايز أعرف يا ترى المقدار الثلاثي ده مربع كامل ولا لأ؟ برضه هنبتدي ناخد حد حد ونختبره. أنا هاخد أول حاجة 25 س تربيع، هقول ال 25 س تربيع دي عبارة عن 5 س أس 2. طبعًا واضح إن هي مربع كامل وكمان إشارتها موجبة. طب هاخد الحد الثالث، الواحد ده عبارة عن 1 أس 2. برضه ده مربع كامل واشارته كمان موجبه. ناخد او نشوف الحد الاوسط. طب انا دلوقتي لو مسكت الحد الاوسط هو بيجي منين؟ من حاصل ضرب 2
في جذر الحد الاول اللي هو 5 س، في جذر الحد الثالث اللي هو 1. طب تعالوا بينا نضرب 2 في 5 س في 1، دي هتدينا 10 س. يا ترى الحد الاوسط اللي انا طلعته اللي هو المفروض يتكون لي مقدار ثلاثي مربع كامل هو هو الحد الاوسط اللي موجود هنا؟ طبعا لا، يبقى في الحاله ديت المقدار لا يمثل مربعا كامل. تعالوا بينا نشوف المساله الثالثه. بيقول لي 12 ب تربيع ناقص 16 ب زائد 4. طب انا هاخد الحد الاول اللي هو 12 ب تربيع. طب يا ترى 12 ب تربيع دي اقدر احطها في صوره مربع كامل؟ يقدر احطها في صوره حد مرفوع لاس 2؟ طبعا لا، لان ال 12 ما هياش مربع كامل، يبقى الحد دوت ليس مربعا كاملا، وبالتالي المقدار كله ليس مربعا كاملا. طبعا لو من البدايه شرط واحد ما حققليش ان المقدار الثلاثي مربع كامل، يبقى انا مش هكمل بقيه الايه الحدود، يبقى خلاص من البدايه كده المقدار لا يمثل مربع كامل. نشوف المساله رقم 4. 16 ألف تربيع ناقص 24 ألف ناقص 9. طب لو بصينا كده أنا عندي 16 ألف تربيع دي أقدر أحطها في صورة مربع كامل، 4 ألف أس 2 يعني ده مربع كامل. طب نيجي بقى للحد الأخير أو الحد التالت، أنا عندي دي سالب 9. طب هي يا ترى سالب 9 دي أقدر أحطها في صورة حد مرفوع لأس 2؟ قال لي لأ، لأن أنا عندي هنا الإشارة السالب مش هتقدر تخليني اجيب منه مربع كامل، يبقى سالب 9 ديت ليست مربعا كاملا، يبقى بالتالي المقدار كله ليس مربعا كامل. يبقى كده قدرنا نحدد مين من المقادير اللي فاتت مربع كامل وليه هو مربع كامل، ومين منهم ما هوش مربع كامل وليه هو مش مربع كامل. نتنقل لنقطة تانية، النقطة دي بتتكلم على كيفية إيجاد حد ناقص من حدود المقدار الثلاثي المربع الكامل. طبعا المقدار الثلاثي المربع الكامل ده بيتكون من ثلاث حدود، ممكن يجيب لي مسألة ويكون حد منهم مش موجود ويطلب إيجاد الحد ده. طب الثلاث حدود بتوعي هم عبارة عن إيه؟ قال لي أول حد اللي هو الحد الأوسط. طب أنا بجيب الحد الأوسط إزاي؟ قال الحد الاوسط بيجي من ان انا بقول موجب او سالب 2 في جذر الحد الاول في جذر الحد الثالث. طب ده كده كيفيه ايجاد الحد الاوسط. طب لو انا عايز اجيب الحد الاول، قال لي الحد الاول ده بيساوي الحد الاوسط تربيع على 4 في الحد الثالث. طب انا دلوقتي لو عايز اجيب الحد الثالث، قال لي الحد الثالث ده بيساوي الحد الاوسط تربيع على 4 في الحد الاول. يبقى انا كده لو حد من الثلاث حدود بتوع المقدار الثلاثي مش موجود، انا عندي قانون اقدر اوجده بيه. طب تعالوا بينا نشوف المساله اللي قدامنا. بيقول لي اكمل الحد الناقص في كل من المقادير الاتيه ليكون المقدار مربعا كامل. طبعا القوانين دي ما اقدرش اطبقها الا لما يكون فعلا المقدار الثلاثي اللي عندي ده مربع كامل. طب تعالوا نشوف أول مسألة. بيقول لي 49 س تربيع وهنا نقط زائد 25، مين اللي مش موجود؟ دوت الحد الأوسط. طب أنا بجيب الحد الأوسط إزاي؟ اتفقنا مع بعض إن الحد الأوسط موجب أو سالب 2 في جذر الحد الأول. أنا عندي 49 س تربيع دي جذرها عبارة عن 7 س في جذر الحد الثالث اللي هو الخمسة. يعني هقول موجب او سالب 2 في 7 س في 5 هتدينا 70 س، وده قيمه الحد الاوسط، ممكن يبقى موجب 70 س او سالب 70 س. نشوف مع بعض المساله الثانيه. بيقول لي 25 س تربيع ناقص 60 س زائد نقط، مين بقى اللي مش موجود هنا؟ ده الحد الثالث. يبقى انا عايز اجيب الحد الثالث. طب الحد الثالث ده بيساوي ايه؟ بيساوي الحد الاوسط تربيع على 4 في الحد الاول. طيب تعالوا بينا كده نشوف ادي الحد الاوسط اللي هو سالب 60 س، هيكون الكل اس 2 على 4 في الحد الاول اللي هو 25 س تربيع. تعالوا بينا نفك مع بعض.
سالب 60 س هتدينا 3600 س تربيع، 4 25 س تربيع دي هتدينا 100 س تربيع. طبعا لما نقسم 3600 على 100 هتدينا 36، والس تربيع هتروح مع س تربيع، يبقى الحد الثالث هيدينا 36. تعال نشوف اخر مساله معانا. بيقول لي هنا نقط زائد 12 س ص زائد 9 ص تربيع، مين الحد اللي مش موجود؟ الحد اللي مش موجود هو الحد الاول. ايوه الحد الاول ده بيجي ازاي؟ بقول الحد الاوسط تربيع على 4 في الحد الثالث. تعالوا هنا نعوض، هقول الحد الاوسط تربيع يعني 12 س ص كل اس 2 على 4 في 9 ص تربيع. 12 تربيع هتبقى 144، س تربيع ص تربيع على 4 في 9 36 ص تربيع. طبعا بعد القسمة والاختصارات، ال 144 على ال 36 فيها ال 4، ص تربيع هتروح مع ص تربيع يتبقى لنا س تربيع، ودي قيمة الحد الأول 4 س تربيع. بعد ما تعرفنا مع بعض امتى يكون المقدار الثلاثي مربع كامل، ولما يكون في حد من حدود المقدار الثلاثي مش موجود او ناقص ازاي نجيبه، هنرجع بقى لموضوعنا الاصلي اللي هو ازاي احلل المقدار الثلاثي المربع الكامل. بيقول لي لو عندي المقدار الثلاثي مربع كامل مرتب ترتيبا تنازليا او تصاعديا حسب اسس او قوة احد رموزه، فانه يمكن تحليله على الصورة. طبعا عندي هنا قوس، ده بيساوي الجذر التربيعي للحد الاول موجب او سالب الجذر التربيعي للحد الثالث تربيع. يعني معنى كده ان تحليل المقدار الثلاثي ده هيدينا حدين مرفوعين لاس 2. طب الحدين دول بجيبهم ازاي؟ قال لي الحد الاول هو عباره عن جذر او جذر التربيعي للحد الاول، والحد الثاني هو جذر التربيعي للحد الثالث. طب بالنسبه للاشاره بقى اللي في النص اللي بين الحدين، قال الإشارة اللي في النص ديت اللي بين الحدين هي بتكون إشارة مماثلة لإشارة الحد الأوسط في المقدار الثلاثي اللي أنا عايز أحله. طب إحنا عايزين نطبق الكلام دوت بمجموعة من المسائل عشان نعرف إزاي نحلل المقدار الثلاثي. تعالوا المسألة بتقول لي حلل كل من المقادير الآتية. طبعا يا ولاد إحنا بعد ما بناخد مجموعة كده من أفكار التحليل، المفروض ان انا عندي اسس زي ما اتفقنا عليها في الدرس اللي فات، المفروض ان انا بتبعها. بالاضافه للاسس ديت اللي هو اول حاجه ببتدي ارتب المقدار اللي عندي ترتيب تنازلي حسب اسس احد رموزه، تاني حاجه لو في عندي عامل مشترك باخد العامل المشترك، وتالت حاجه ببص داخل القوس اللي ناتج من عمليه العامل المشترك واشوف لو هو مقدار ثلاثي احلله، ولو هو اي نوع من المقادير اللي انا هاخدها قدام شويه هشوف طريقه تحليل. بالاضافه للي احنا قلناه، طب لو عندي المقدار طلع مقدار ثلاثي لازم اختبر الاول يا ترى المقدار الثلاثي ده مربع كامل ولا لا، لانه لو مربع كامل هيسهل عليا طريقه التحليل. طيب تعالوا بينا نبص على اول مساله. بيقول لي 25 ألف تربيع زائد 20 ألف زائد 4. اول خطوه المقدار بتاعي مترتب، ايوه مترتب، انا عندي ألف تربيع وعندي ألف وعندي الحد المطلق او الحد الخالي من الف. طيب ده كده اول حاجه اللي هو مترتب ترتيب تنازليا حسب اسس الرمز الف. طب يا ترى في عامل مشترك؟ تعالوا بينا نبصوا كده. واضح ان مفيش عامل مشترك لا عددي ولا رمزي، يبقى حاجه ثالث حاجه اللي هي عمليه اختبار المقدار الثلاثي دوت، يا ترى المقدار الثلاثي مربع كامل ولا لا. طب تعالوا بينا كده ببساطه، انا هبتدي اشوف يا ترى ده مقدار ثلاثي مربع كامل ولا لا. طب ادي الحد الاول ده عباره عن 25 الف تربيع، يعني ده عباره عن 5 الف كل اس 2، واضح ان اشارته موجبه يعني ده مربع كامل. نيجي للحد الثالث اللي هو موجب 4، ده عباره عن 2 اس 2 يعني ده مربع كامل واشارته موجبه. طب تعالوا بينا كده نبتدي نضرب 2 في جذر الحد الاول اللي هو 5 الف في جذر الحد الثالث اللي هو 2. طبعا 2 في 5 الف في 2 ده هيدينا 20 الف، يبقى انا عندي المقدار الثلاثي اللي عندي ده مقدار ثلاثي مربع كامل، يبقى هو ده اللي انا هحلله بطريقتنا النهارده اللي هو هيديني ايه؟ هيديني قوس مرفوع لاس 2. طب القوس ده جواه حدين، الحدين دول هيجوا منين؟ قال لي الحد الاول هو عباره عن جذر الحد الاول في المقدار الثلاثي يعني 5 الف.
طب والحد التاني ده عبارة عن جذر الحد التالت للمضارع الثلاثي اللي هو 2. يتبقى عندي الإشارة بين الحدين. قال لي الإشارة بتكون مماثلة للإشارة بتاعت الحد الأوسط. إشارة الحد الأوسط هنا موجبة، يبقى أنا هحط الإشارة هنا موجبة. تتنقل للمسألة الثانية. بيقول لي هنا 16 س تربيع ناقص 4 س زائد 9. نفس الموضوع. يا ترى المقدار دوت مرتب؟ قايل لي أيوه المقدار مرتب ترتيب تنازلي حسب أسس الرمز س. آدي س تربيع وآدي س وآدي الحد الخالي من س أو الحد المطلق. طب يا ترى في هنا عوامل مشتركة؟ واضح طبعا إن مفيش عوامل مشتركة، يبقى أنا هبتدي أحلل. طب عشان أحلل برضه يا ولاد لو المقدار الثلاثي هو المقدار اللي عندي أو اللي عايز أحلله مقدار ثلاثي، لازم أختبر الأول يا ترى هو مقدار ثلاثي مربع كامل ولا لأ؟ طب هختبره إزاي؟ التلات اختبارات اللي قلنا عليهم. آدي الحد الأول 16 س تربيع، أقدر أحطه في صورة 4 س تربيع، يعني مربع كامل وإشارته موجبة. آدي الحد الأخير عبارة عن 3 أس 2، وده برضه مربع كامل وإشارته موجبة. نيجي للحد الأوسط، المفروض بيجي من حاصل ضرب 2 في جذر الحد الأول اللي هو 4 س في جذر الحد الثالث اللي هو هيبقى 3. طبعا 2 في 4 ب 8، 4 في 8 ب 4، 2 في 4 ب 8، 8 في 3 ب 24 س. واضح كده ان المقدار الثلاثي اللي عندي مقدار ثلاثي مربع كامل. يبقى انا هعمل ايه؟ هحلله بالطريقه بتاعتنا. عندي هنا قوس مرفوع لقوس 2 والقوس ده جواه حدين. طب الحدين بيجوا منين؟ ايوه بقول جذر الحد الاول اللي هو 4 س، والحد الثاني هو عباره عن جذر الحد الثالث اللي هو 3. طب الإشارة اللي في النص، قال لي الإشارة زي إشارة الحد الأوسط، هنا سالبة فأنا هنزلها سالب، كانت فوق موجبة فأنا نزلتها موجبة، وناخد بالنا من الموضوع ده. طب تعالوا بينا نشوف تالت مسألة. بيقول لي 18 س تربيع ناقص 48 س زائد 32، برضه تاني يا ترى المقدار مرتب؟ قال لي أيوه المقدار مرتب، آدي س تربيع وآدي س وآدي الحد المطلق. طب يا ترى في عامل مشترك؟ طب تعالى كده نبص مع بعض. هنا 18 هنا 48 وهنا 32، واضح ان انا عندي عامل مشترك اللي هو الاثنين. طب احنا خدنا كده عامل عددي، طب يا ترى في عامل رمزي؟ لا. طب هعمل ايه؟ متعودين بعد ما باخد العامل المشترك بفتح قوس وببتدي اقسم كل حد على العامل المشترك. 18 س تربيع على الاثنين تدينا 9 س تربيع. طب عندي ناقص 48 س على الاثنين هتديني ناقص 24 س. عندي موجب 32 على الاثنين هتديني موجب 16. طب بعد ما حللنا، بعد قد ما طلعنا العامل المشترك، طب نيجي نبص كده للي جوه القوس. اللي جوه القوس مقدار ثلاثي، هرجع اختبر برضو اذا كان هو مقدار ثلاثي مربع كامل ولا لا. انا عندي هنا 9 س تربيع هي عباره عن 3 س اس 2، وديت مقدار دي ده حد مربع كامل واشارته موجبه. عندي 16 عباره عن 4 اس 2، برده ده مربع كامل واشارته موجبه. نيجي للحد اللي في النص عباره عن حاصل ضرب 2 في 3 س في 4، 2 في 3 ب 6، 6 في 4 ب 24 س. واضح كده ان المقدار دوت مقدار ثلاثي مربع كامل. هحلله ازاي؟ طبعا ناخد بالنا ان الاثنين ده جزء من الاجابه بتاعتي، العامل المشترك يا ولاد محدش ينساه، جزء من الاجابه، جزء من ناتج التحليل. يبقى انا هحطه عندي برده في الخطوه الجديده بتاعت الناتج. انا نزلت العامل المشترك، يتبقى عندي ازاي احلل المقدار دوت. خلاص انا عرفت ان هو مقدار ثلاثي مربع كامل، ده عباره عن قوس مرفوع لقوس 2. القوس ده جواه حدين، الحد الاول بيجي من جذر التربيع للحد الاول في المقدار الاصلي، يعني هيديني 3 س. والحد الثاني هيبقى جاي من الجذر التربيعي للحد الثالث اللي هو 4. طب والاشاره اللي بين الحدين دي اشاره الحد الاوسط اللي هي سالب، يبقى ناتج التحليل 2 في 3 س ناقص 4 الكل اس 2. تحليل المقدار الثلاثي مربع كامل، اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا. طب تعالوا بينا مع بعض نيجي لسؤال المتفوقين، وسؤالنا دوت سهل. بيقول لي ايه سؤال المتفوقين؟ بيقول لي مربع مساحته 9 س تربيع زائد 30 س زائد 2 سنتيمتر مربع.
بيقول لي وطول ضلعه عدد نسبي، اوجد قيمه ميم اللي موجوده في المقدار دوت، ثم اوجد محيط المربع عندما س تساوي 2. اتمنى ان سؤال المتفوقين يكون سهل علينا وكمان كلنا نقدر نجاوب.